وما هم حكماء في شيء. دونك هاد الناس انا متاكد بانه هاد الناس شي ولا كيشيك شي ولا كيدير الشابوات شي ولا هادي شي السيجار شي كذا شي كذا. الناس كانوا واحد الوقيته تنساو في عهد تاع بودريقه ومن وراء حسبان كانوا تنساو، غير حدو جزيات لقاو شباب جديد والناس ولاو كيجيو كيتبانداو كيجلسو في التريبيون، ولاو الناس كيضربوا الاصفار مع راسو من النوبه. كل واحد كل مره كيمشي رئيس بعثه يضرب تصافيره مع راسو، واحد كاع ولا تقريبا محترف كرئيس بعثه ديما كتلقاه كاين. داكون دونك هاد الناس هادو ما يمكنش غيكونوا رجعوا، ما يمكنش غيكونوا رجعوا للفرقه ولاصقين في الفرقه لله في سبيل الله. راه ما نقدرش تدخل ليا دماغي ان الناس رجويين اكثر من الرجويين، وانه راه حب الرجا اللي يجيبو جامي دلافي، لان اللي كتجيبو حب الرجا كيضرب يديه لجيبو تيعاون هادي اولاد الناس 200 مليون. ها هي دون 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 يعني يعني هيبه للفريق باش نعاونها، وهادي 200 مليون او 300 مليون اخرى هادي كسلف باش نفكوا الازمات ونجيبوا لاعبين الى خاصين وكذا، كل واحد فيهم يجبد. وانتم صاحبي مخير فيكم ضرب زباله فلوس ملي كان رئيس ديال الرجاء زباله. وازمات الرجاء مش عاد اليوم، انا غادي نفكر الاجيال اللي باقا صغيره اللي كتفرج فينا. راه لعبنا المونديال ديال 2000، لعبنا المونديال ديال 2000 في البرازيل، ودينا كنا دينا العصبه زباله دي الفلوس دخلت ما بين العصبه وما بين لاكوب دي مون، حتى حاجه ما بانت، حتى حاجه ما بانت. والرجاء كانت من وراها فريق بدا كيلعب مورا كاس العالم ديال البرازيل، ضعفت الفرقه، كملنا بلي جون، شببنا الفرقه، جبنا دراري صغار ديال البنوصي باش عاوتاني سميتو طلعنا لي جون ديالنا اعتمدنا عليهم باش عاوتاني بنينا الفرقه من جديد. اما الفرقه نورمالمون اللي لعبت كاس العالم راه كيخصها الموسم اللي من وراه تجيب لاعبين جوج ولا ثلاثه ولا اربعه لاعبين كبار يقويوها وتلعب على العصبه اللي من وراها. حنا دائما كنديو شي لقب كيخصنا لا شوت لي بغى من بعد. دونك فلوس كنقول مونديال البرازيل 2000 ما بانتش، من وراها كتجي الفلوس ديال 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 كاس العالم 2013 ما بانتش، عاوتاني طحنا في ازمه. ودابا حاليا نفس المشكل. كاين الناس اللي كيعطيو 200 مليون هيبه كاين، عيما هذاك السيد اللي دخل في الصفقه ديال ميكو عطى 100 مليون اشنو بعدها؟ هذاك راه غير جون باقي راه صغير مسكين، الا واحد رجل اعمال وصحيح علاش ما يعطيش لفرقته هيبه؟ اش فيها؟ الا كيبغي الفرقه بصح راه الزباب الفلوس كيربحوهم في تبان ليه 200 مليون. كنحلم على كل دابا حنا تنقولوا بان الازمه ماشي جديده، ودائما من ورا ملي كتدخل واحد المبالغ كبيره كتوقع ازمه. وكنت في لايف كذلك سابق قلت بانه وقبل ما توقع هاد البومبا ديال الحسبان ديال الزيات اللي استقل، قلت بانه اخاف على الرجاء من مرحله ما بعد البطوله العربيه اي كاس محمد السادس، لانه الا مشينا تديناها عطانا الاتحاد العربي ديك 6 المليار، والله تيبان لك الشواق الخدامي في الوازيس بالله يما خصك فيها خصاص. ها داكون، لانه راه مشكله، لانه الناس جايين يعني كالذئاب ليان، اشنو الضبوع هذاك ليان دايرين بالفرقه، كل من يبغي ينتف كل من يبغي يهيشر. مسكتين عباد الله، مسكتين المنخرطين، ماشي منخرطين كاملين، مي واحد الطرف مهم في المنخرطين، ومسكتين الالتراس صافي، هادو اللي غيصدعوهم بجوج كم مدينهم مسكتينهم. الناس كيديروا ما بغاو، كيجي رئيس كيمشي رئيس، كيجي رئيس يمشي رئيس. لهذا كما درت في العنوان ديالي السؤال، هل ينجح الجيل الجديد؟ وانا كندوي على الجيل الجديد من المنخرطين، تبارك الله كاينه كفاءات جديده اللي دخلات دخلت دماء جديده وهي اللي محركه الحركه دابا. طونسيون كاين اللي ياكل العز عليه تبقى ملونه، كاينين واحد الطائفه اللي باغينا تبقى ملونه لانه كيبغيو يعيشوا في الماء العكر كيتنفسوا فيه مزيان. سي بحالاش
هذاك الشيء ديال عندك شي ديال الكناخ اللي هز عليه شي يخشي لو باك ديالو في وسط الغيس وتي ياكل الغيس بحال هكا. كاين واحد النوع ديال البشر بحال هكا كيبغيو يعيشوا هكا، ما كاينش ملونه، ما كيلقاوش داكشي اللي بغاو. ماشي هاد حنان وحنات و هذاك دحنان بعدا ملي نعقل عليه، انا ملي نعقل عليه رئيس اللجنه التنظيميه، والله انت معلم، انت والله ما كاين بحالك بالله. مشيتي غير البلاصه ديال الحبه الصحيحه، اللجنه التنظيميه يعني هو كيتحكم في المداخيل، يتحكم بغى التيكيات، يفرق الكرنيات اللي بغى، بغى سميتو يعني يمد يديه للمداخيل يدير اللي عجبو. حنا ما كنتهمو حد، ولكن هذاك هذاك المنصب هو منصب الشبهات. فعلاش انت السيد حنان ديما كتمسك ديك اللجنه التنظيميه، ما بقى كتعجبك حتى شي لجنه اخرى. عندك امكانيات، عندك تجربه، يمكن تستغلوك شي اخر، علاش ديما لاصق ديك اللجنه التنظيميه؟ دونك هنا حانات اللي ديما كيمشي في الاصفار. واش دابا هاد المسيرين ديال الراجل اللي كاينين دابا دي جون، هاد لي جون اللي كاينين، واش ما خداوش التجربه؟ راه مشاو خداو التجربه وتعلموا وعرفوا افريقيا وتعرفوا، ما كيعرفوش الباسبور، ما كيعرفوش هادي. علاش ديما حانات رئيس زعما هو اللي عنده التجربه واللي عارف يعني المصان تاع افريقيا؟ الحكم اللي لعب لنا فيطا تكرفس علينا شحال، حيدنا من سميتو من كوره وكفرات ما كيصفرهمش لنا وكيدفع فيطا باش تماركي، دار لنا شي حاجه حانات. هذاك الاخر الماتش ديال مازيمبي راك شتي كيفاش سميتو، دار لنا شي حاجه حانات، كنا غادي نطيرو. كاين والو سيدنا سميتو، علاش مبعوث كيمشي باش يحضي وباش كذا باش يتسالى مع راسو ويدور ويقصر مع راسو ويجي. دونك